بسم الله والحمد لله حمدا كثيرا لا حدود له. يقول مولانا: ومن يوق شح نفسي فأولئك هم المفلحون. فلاح ونجاح وأفراح في الدنيا والآخرة، خاطر أنت تفرح نار تكون من المحسنين لا من المسيئين، فأنت من نوع اللي يفرح والله يبارك له ذلك الفرح. يجب أن يجوير dans sa vie parce qu'il a bien su se comporter, que ce soit oralement ou gestuellement, etc., ou en acte concret. والسلام علينا أهل السلام، أهل السلام، أهل السلام. لا نريد أن نكون أعداء السلام، لأنه عدو السلام وعدو الله، لأن الله هو السلام. ومن سلم أمره إلى الله كان من السالمين بفضل الرحمن. ونوصيكم ونلح في وصيتنا أن لا تكونوا ممن يحاربون أهل السلام، لأن الله سلام، والذين يجاهدون باسمي سالمون من غضب الرحمن. حط في بالك إخواننا في جنين ولا غزة ولا في لبنان ولا في العراق ولا في اليمن، ماهوش يلعب وراهم. هذوكم أهل الإحسان، وربي يبارك فيهم وينصرهم إما بشهادة أو بنصر ميداني. والسلام علينا أهل الإيمان.